عليكم. حال الطوارئ الصحيه ولا حجر صحي؟ فهم انا فاهمين والو. دابا الحكومه خرجت بلاغ ديالها كتقول لك باللي غادي يتم تمديد الحاله الطوارئ الصحيه حتى ل 10 شهر 7، ولكن حنا بغينا نفكوا من الحجر الصحي. اشنو الفرق؟ مزيان، حاله الطوارئ الصحيه واحد القانون كيطبق فاش كيكون شي مشكل صحي في المغرب، وباء روينه كحله، ويلاه تصوب غير مؤخرا مع كورونا. هذا القانون كيسمح للحكومه اللي هي السلطه التنفيذيه انها دير اجراءات سريعه خفيفه بلا ما تبقى ترجع اشاك فوا البرلمان، بلاغات لعيبات كتبدا دير واحد القرارات سريعه واللي بعد فترات كيتوشيو الحريه ديال الناس بلا ما تبقى تفوطي عليهم اللي هما هاد القرارات ولا بد كانوا خاصهم يدوزوا في البرلمان. لا دابا مع قانون حاله الطوارئ كدوزهم دغيا فقط لهاد المده اللي هي اللي كتحدد، تيقول لك غيبداو حاله الطوارئ الصحيه من دابا طن، كل مره كيقولوا المده، يعني هاد المده اللي كيطبقوا فيها هاد القوانين اللي كيكونوا عندهم هذا الطابع الاستعجالي. ومن اهم الحوايج اللي مهمين في حاله الطوارئ الصحيه مثلا تقدر شي وقت ما بغات الحكومه تمشي شي حي وتبلوكي ودير اللي بغات، او للسلطه التنفيذيه او للبوليس ولا يمشي للحي ويبلوكي اللي ما حتى واحد ما يدوي لانه حاله طوارئ صحيه، قانون كيعطي هذا الحق. مثلا حق ديال 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 الاجل، مثلا عندك اجل ديال تزاد عندك ولد، اجل عندك ديال شهر باش ديكلاري باش دي مثلا باش ديكلاري في المقاطعة، لا دابا يقدر حتى يفوت حاله الطوارئ كيتبلوكاو الاجلات. سوف وقيل الاجلات ديال الاستئناف في المحاكم واقيلا، راه كاين القانون في المصادر اقراوه. دابا هادوك الاجراءات اللي كدير الحكومه اللي القانون ديال حاله الطوارئ كيمكن لها ديرهم، من بينهم الحجر الصحي. اوكي؟ دونك كاين مجموعه من الاجراءات بحال مثلا نسدوا المغرب حتى واحد الطيران ما يطيحش. مثلا شناهو؟ مثلا نسدوا التيرانات. مثلا القهاوي نحبسوا. مثلا نسدوا الجوامع. ما بين الاجراءات جلس في داركم. هذا جلس في داركم هو الحجر الصحي. جلس في داركم ما تخرج الا لواحد الحالات معينه. واللي هو مشيتي تاكل تجيب ما تاكل، واحد في الدار اللي يخرج تمشي كان حاله مرضيه ولا سبيطار، هاد الحالات هاد العمليه اللي تدوز في داركم كتسمى الحجر الصحي. دابا شنو بغاو يديروا؟ بغاو يخففوا الحجر الصحي. دابا هادي عمليه جديده، هذا مصطلح جديد، تخفيف الحجر الصحي اللي هو اجراء وسط من حاله الطوارئ. شنو هو التخفيف؟ التخفيف هو لي زوبسيون اللي كاينين في الحجر الصحي كي عندك. مثلا شنو عندك لي زوبسيون دابا في هذا الحجر الصحي؟ عندك اخويا ما يمكن تخرج من الدار الا بغيتي تجيب ما تاكل، بغيتي تمشي تخدم، ولا بغيتي تمكن مريض صيدلي، عايز يزيدوا لك تخفيف الحجر الصحي، معناتها غادي يزيدوا لك لي زوبسيون، غادي يقول لك ودابا تقدر تمشي ترين، او تقدر تمشي تشوف خالتك، او تقدر تمشي ما عرفت شنو دير، تقدر تتحرك في المدينه، او تقدر دير اللي بغيت. صوف ما تحضرش التجمعات التيران، ما تحضرش مثلا ما تحضرش الجوامع، ما كاينش تجمعات الجوامع. هاد لي زوبسيون اللي كيتزادوا على الحجر الصحي تقدر ديرهم مازال، هذا هو معنى التخفيف على حسب ما فهمت، هذا هو معنى التخفيف الحجر الصحي. دابا شنو كالهضره اللي كدور؟ كتقول باللي الهضره اللي كدور كتقول انه غادي يديروا جوج الانواع ديال الحجر الصحي. نوع ديال الحجر الصحي ثقيل فيه لي زوبسيون قلال، ونوع ديال الحجر الصحي خفيف فيه لي زوبسيون كثار، تقدر تخرج تريني تشوف خالتك روين، والاخر لا تقدر تمشي تاكل تشرب، ولا تمشي غير تجي ما تاكل او لا طيب. علاش هاد جوج الانواع يدار على حسب الحاله الوبائيه في كل عمله واقليم. شوفوا كل عمل واقليم، وزاره الصحه وزاره الداخليه غادي تشوف، غادي يقول هذا في حالات بزاف اعطيه هذا الحجر الصحي من صنف الف اللي هو ثقيل، حتى واحد ما يخرج من دارهم، حتى واحد ما يدير هذه اللعيبه، اذا عندك غير هذه. الحاله اللي فيها المدن اللي فيها القضيه خفيفه، اللعيبه ما كاين والو، كيعطيهم الحجر الصحي من صنف باء اللي هو خفيف. تيقول لي سير لعب، سير قصة كرة في الدرب، ما عرفتش سير تريني، دير هادي، ولكن في المغرب كامل ممنوع التجمعات مثلا، ما نقدروش نديرو ماتش كرة، ما نقدروش نديرو حفلة، ما نقدروش نديرو جامعة مثلا. هادشي اللي فهمت. دونك الحجر الصحي هو وسط من حالة الطوارئ، اللي هاد الحالة الطوارئ هي اللي تمددات حتى شهر 7، 10 شهر 7، والحجر الصحي مازال كل إقليم وعمالة غادي تقولها شنو غادي دير. كل اقليم معامله تقول انا اعطيكم حجر صحي خفيف، انا اعطيكم حجر صحي ثقيل، وهذا الشيء اللي فهمت. والله يعاون، والسلام عليكم.